دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين. اليوم جيت ندير معكم واحد المخلعات ديال الشحمه بالخضار. شنو عندي في المقادير؟ عندي قزبره معدنوس مقطع طريفات صغارين، عندي شويه ديال الشحمه مطحونه، عينك ميزانك، عندي واحد الخزويه او جزاره محكوكه مع جوج ديال البويرويات مقطعين، وعندي بصلة صغيرة مشلطة، وعندي شوية ديال الفلافل أصفر وأحمر وبرتقالي، وشوية ديال الفلفلة حارة، هي واحد الربيع. في التوابل عندي الكمون، معلقة صغيرة، معلقة ونص ديال الشونية، ومعلقة ديال الإبزار، ومعلقة نص معلقة ديال الملحة، وشوية ديال الطوماطس والإس. والعجينه راني عجنت هنايا، درت زلافه ونص ديال الفورس، ودرت زلافه مع مرش الفينو، شويه ديال الخميره، واحد المعلقه ديال النيدو، وشويه ديال الملحه، وعجنتها. دابا كنخليها ترتاح، من بعد نعاود نعجنها عاود. هذه هي الضريبه ديالها باش كتجي مطاطيه وما كتقطعناش الورقه. اوكي حبيباتي، دابا غادي نطيبوا هاد العقده ديال اللي غادي نديروا في هاد المخلعات، ونرجع عندكم. اوكي هانتوما معايا حبيباتي. دابا البنات طابتنا الشرميله ديالنا، ها هي خليتها تبرد هنايا، وقرصت داك الخبيزات، داك المسمن درتهم صغيورين هانتوما البنات، حيت انا ما بغيتهمش يكونوا كبار، صغيورين غطيتهم بالميكا، كنخليهم يرتاحوا. دابا غادي نبدا نقرص معكم وحيده، ديك الساعه هانتوما تشوفوا الطريقه كي دايره. وديروا بحالهم الا بغيتوا، الا عجبوكم بطبيعه الحال. انا مبغيتش نديرهم كبار حيت غندير وحده في وسط وحده. كندهنها غير شويه ديال الزيت، كنورقها مزيان كمسا صافي، وكنهز شحال بغيت انا ديال الشرميله اللي غندير فيها، كنوزعها على كامل المسمنه ديالنا، نزيد شويه. اذا غنحاول نشدها، حيت كنبغي نشدها كندير لها شويه ديال السميد باش يجي مرق ونقرمل، ندير لها شويه ديال الزيت، زيت المائده، من بعد شويه ديال السميد، صافي هكا كيجيونا البنات التيتوين. نخليها ترتاح ونجيب لها اختها اللي غدير في وسطها، نبدا نقرص انسي دو سويت حتى نساليهم كاملين، يعني كتجي مسمنه في وسط مسمنه، وكتقرصيها ترتاح، تقرصيها شويه وديريها تطيب. دابا نطيبهم معكم. اليوم جاتني على هذا المسمن ديال الشحمه، انا الشحمه ما كيعجبنيش تبقى طريفات، كنطحنها باش كيبقى غير المذاق ديالها واليدام ديالها. والعجينه كيعجبني نورقها مزيان، اذا كندهن غير هكا شويه بالزيت، وكندير السميد الفينو، هذا ماشي السميد، البلاصه اللي كتكون مدوبله كنديرها هي الفوقانيه، وهذيك الاخرى اللي ما مدوبلاش كنديرها هي لتحت، مفهوم؟ كمسا غادي ندير شويه ديال الفينو، وشويه ديال الزيت غير شويه، ما كنكثرش حيت راها اصلا فيها اليدام البنات، فهمتوا؟ العجينه باش تعرفوها مزيانه كتبقى تنفخ، ودير
البقالات، يعني راه العجينه مزيانه، العجينه مزيان. دابا هكذا البنات تحت نسالي كل شيء دوك الكريسات اللي عندي ونتلاقاو حيت نبغي نطيبهم. يلا حبيباتي انتما معايا، انا نزيد معكم عاد ثاني. اذا كنطلقوا الكريسه ديالنا مزيان، نورقوها مزيان. صافي نجيبوا الحشوه ديالنا نوزعوها على جميع الاطراف. غير بلاتي علينا، انا حيت كانت ليها كندير لها شويه ديال السميد. دابا نخلي هذه ترتاح ونجيب لها اللي غادي ندير اللي نديرها في وسطها، ندير لها الزويته. كيجيو البنات رقيقين ومقرملين حيت كيطيبو، ديك الزويته اللي كنديرو لهم الفينو كتورقهم، الفينو كيورقهم. اذا تورقات مزيان، دابا ندير لها شويه رشيشه ديال الفينو ونجيب هادي. دائما نرش بالفينو، تيسع حاول ما امكن نبطا وصافي. نديرها مع اختها بقاو هكذا حتى كنساليو كلشي القريصات ديالنا. باش تجي ديك التشرميله ودوك الخضار تجي كامله في المسمنه ديالنا. كاين اللي ما كيبغيش كاع يورقهم، غير كيعجن وصافي يطلقهم، يعني كيقول لك هادو الشحمه يعني كيما جاو. ها هي البنيتات، ها هي البنيتات ويا العيالات. يلا البنات نسالي وديك الساعه نبدا نطيب وانتم معايا. اذا دابا البنات بديت كنطيبو غير في مقله عاديه
هاد المكنة عندي ديال الطايلة كنطيب فيها ثقيلة حتى هي مكتلصقش، وكنطيب فيها المخلعات ديالي. جاو مورقين زوينين، حدا كنطيبها حدا كنقرصها او ميم طون، كنقرصها رقيقة باش ما تجيش غليظة. كندير لهم العافية على مهلهم، نزيد لها شوية العافية. العافية البنات كندير على مهلهم باش يطيبو مزيان. انتوما البنات شوفوا العافية غير قليلة، مزيان ما شاء الله. إذا راكو تشوفو راه كيجيو عامرين تبارك الله، كيجيو عامرين بالعقدة والريحة ديالهم ما نقولكمش. وداكشي اللي كيشيط ليه البنات كندير له زويته وكنبقى نقرص فيه، هذا اللي شاط لي شوية كندير له زويته وكنبدا نقرص فيه الخيار باش ما حتى حاجة ما تضيع. باش كيجيو محمرين وزوينين، كتكون الاخرى كطيب وغير كتقلبيها، يعني ما حدا كتقلبو كل مره كتجي هشيشه كتجي مقرمله. كل مره نبدا نقلب باش كطيب مزيان، وسمع قرملين كيخشوا شحال هادي بيني وبين هاد المسمن هذا، هو اليوم رشقت لي عليه. يلا انتم معايا حبيباتي حتى نكملهم كلهم طياب ونوريكم كي كيجيو غزالين وبنانين وكي غادي ندير نقدمهم. وها هو طبق المخلعات حبيباتي، قدمته بهذه الطريقه، اما مثلثات على هذا الشكل او لا كروليه كتروليه كتحطيه هكذا، قدمته مع طوماط سوغيزو الخيار. وهذا هو طبق ديال مسمن بالشحمه ديالنا والخضار، نتمنى يروق ينال الاعجاب ديالكم ويروقكم الطعم ديالو. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله حبيباتي، مع السلامه. ما تنساوش لايك وجيم وتكومنتيو وتابوناو معنا في القناة. يلا حبيباتي مع السلامة.